بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اضيف ملف وورد للانديزاين؟ بكل بساطه هاجي هنا تكست، تمام، واقول له فايل بليس، ضيف لي التكست اللي انا عايزه. اروح هنا للتكست وليكن دوت، بيقول ان في فونت مش موجود، فاقول له ماشي. الفونت اللي هو مش موجود هعمل اثلكت عليه وابدا اختار الفونت اللي انا عايزه، وليكن مثلا اريل بالشكل دوت. هغير نوع للريجلر عشان يظهر معايا. دلوقتي بعد ما النص ظهر ابدا انسقه، لو في مثلا عايز مثلا اكبر الارتفاع خلي مثلا 14 مثلا، عايز اغير اليمين شمال زي ما انا عايز، عايز اخليه مثلا اقول له انجلش على اساس لو في ارقام تبقى بالشكل دوت، ما تبقاش بالشكل اللي هو الهندي، تبقى بالشكل بتاعنا احنا، تمام. ممكن تغير اللون بتاعه، تمام، يبقى مش ظاهر خالص بالشكل دوت، تمام. تقدر تقول له مثلا انا عايز اعدل في الكاركتر بتاعته او في الباراجراف مثلا، عايز يبقى بالشكل دوت، بحيث ان في الاخر كله زي بعض. هنا بيبدأ يشوف الكلمة خلصت خلاص، بيبدأ سطر جديد. لا، فبقول خليها بالشكل دوت. المسافات بين الفقرات عايزها تبقى قد ايه،